لقاء استثنائي جاء في وقت تتقاذف نحوه سهام النيل من الشرطة السودانية نحو أداء مهامها والتشكيك في مقدرتها على حفظ الحقوق والممتلكات، لتؤكد للجميع علو كعبها في مهام حفظ الأمن والطمأنينة للمواطنين. فكانت زيارة الفريق والشرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر المدير العام لقوات الشرطة المكلف بمهام وصلاحيات وزارة الداخلية لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم لتأكيد الجاهزية لإنفاذ خططها التأمينية بسطا للأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، حيث كان في استقباله الفريق شرطة دكتور إبراهيم أحمد شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم وأعضاء هيئة القيادة. وقال وزير الداخلية المكلف لدى مخاطبته القوات التي ضمت كافة الوحدات والإدارات الشرطية بالولاية إن قوات الشرطة تقوم بتطبيق القانون دون تمييز وبمهنية واحترافية ناقلة رضاء قيادة الدولة ممثلة في رئيس ونائب وأعضاء مجلس السيادة، الدور الكبير الذي تقوم به قوات شرطة الولاية عبر جهود متواصلة عززت من الأمن والاستقرار بالبلاد. نحن بنقوم بواجبنا يا جماعة معانا شركاء سواء كان في القوات العسكرية أو في الأجهزة العدلية وكذلك مع المواطن ذاته، لأن مع الأمن مسؤولية الجميع، والأمن يعني منع الجريمة واجب على الكافة. ونحن يعني بقول لكم نشيد بيكم ومقدرين أداكم طوال الفترة الفاتت، وإنتم بتقوموا واجبكم ليل نهار. إنتم الآن صامدين وكل الناس بيشيدوا بأداكم، وإنتوا الآن شايلين، إنتوا الأمينة بتاعت الدولة دي راكزين لها يا جماعة. لكن هنالك يعني هنالك من لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، هنالك المخربين الذين يشككوا في عملكم يا جماعة ويهمزوا ويلمزوا في عملكم، وإنتوا بتأدوا واجبكم وفق الدستور وفق القانون، وبتأدوا واجبكم وفق خطة لجنة أمن الولاية أو ليانة من الولايات والمحليات، شغل كله مع مؤسس وبقانون. ونحن يمكن الليلة جيناكم وقلنا نشوفكم قبل ما تطلعوا وتغطوا، ودارين نوصل رسالة للناس المشاركين في الحراك. نحن يا جماعة ما عندنا قضية بأي تجمعات في الميادين، ما عندنا قضية بأي تجمعات في الأحياء، نحن قضيتنا ما في ذول يجينا في المواقع الحاكمة للمواقع الاستراتيجية. نحن الآن نطلع نحرس المجلس الوطني، ما في ذول يعتدي عليه لأنه ده رمزي بتاع سيادة. نحن الآن نطلع نأمن المرافق الاستراتيجية كلها، القصر الجمهوري، المرافق الحكومية، مجلس الوزراء، أقسام الشرطة، برضو ما في ذول يجينا. حدنا بجاي هنا في شروني، ما دارين ذول يجينا شمال شروني، لكن جنوب شروني ما عندنا مشكلة، تعبير سلمي يا جماعة، نحن نحميه تماما. عشان كده احنا نقول لكم نحن وانتو بقادتكم نحن ما عندنا مشكلة مع الحراك، لكن ما دايرين المخربين يعتدوا على شنو؟ يعتدوا على المواقع الاستراتيجية، والناس الدارين ينشلوا والدارين يتعاطوا مخدرات والدارين ينفذوا جرائم أثناء الحراك ده، نحن ديل بنطلع عشان نحمي الناس بعضهم من بعض. فنحن يعني نشيد بأداكم، نشيد بوقفتكم الصلبة اللي هي استمرت أكثر من 4 سنوات، وانتو لا كليتوا لا مليتوا يعني. وانتوا يا جماعه نحن نعرف تماما نحن حفظ الامن مبني علينا، نحن وجودنا مهم لحد نحن ما بندير في ازمه، لحد ما الناس يتفقوا يعملوا يعني. الحمد لله في اعلان اطار يتوقع في خطه ماشيه نحو تشكيل حكومه، مجرد ما تطلع ترجع الامور لطبيعتها نحن ثاني ما بكون عندنا مشكله، نرجع لشغلنا العادي بتاع البوليس في المراكز يا جماعه. ده شغل استثنائي، الان نحن شغالين في ده شغل استثنائي. نحن ما برضو نحب نوصل رسالة للناس المتفلتين اللي بيعتدوا علينا في أقسامنا. نحن يا جماعة نعرف الناس الموقعين نحن نعرف الموقعين كأطراف سلام، نحن محترمين لهم ومتبادلين معهم الثقة وندعاهم معهم لحفظ الأمن، لكن جهة ما موقعة أو جهة عندها كم ما معروف قائدة منه نحن ما بنعترف بها، والله نعترف بالزول الموقع سلام. فنحن بنقول أي زول موقع سلام يجي عبر لجنة الترتيبات الأمنية يورينا ناس ومنو وشغالين شنو ويحفظ معانا الأمن، لكنها ما ممكن نخلي جهة تدعي إنها هي موقعة أو هي ما معروف كل المشاكل والجرائم يعني بالنسبة لنا نضبطها وبطاقات نلقاها وما نعرف الجهة المسؤولة منها منو.
عشان كذا الآن أي جهة موقعة تورينا منسوبية، وأي جهة موقعة تتعاون مع لجنة أمن الولاية، مع شرطة الولاية، مع الجهات المحليات، لكن ذول ما موقع ما بنعترف به، وما بنسمح لذول يعتدي علينا في أقسامنا. كلام دي رسالة واضحة نحن بنقولها وما بنختشي فيها من حاجة. ما بنسمح لذول يعتدي علينا في أقسامنا يا جماعة. ده دفاع عن النفس ودي حرمات ما فيها لعب. عشان كذا نحن نوجه الناس التزموا بالقانون. ما عندنا حاجة غير القانون، ما عندنا حاجة ناخذها بيدنا. الرسالة الثالثة معنا برضو نحيي كل من في الخدمة على وقفتهم الصلبة على الهجوم وعلى الادعاءات الزائفة التي يعني اتجهت نحو الشرطة، وده نتيجة شنو يا جماعة؟ ده الناس دارية الخراب. عايزين الشرطة دي عارفين هي صمام أمان. دي آخر محاولة، إنه الشرطة دي لو اتفرتقت معناتها هم بيحققوا مراية ولا عندهم الأهداف. ونحن دول أصحاب غرض، ما بنشتغل بكلامنا يا جماعة. ما بنشتغل بكلامنا، أصلاً دول أصحاب غرض وأصحاب مرض. كذلك باسمكم جميعاً نحيي الإخوة المعاشيين. المعاشيين معهم هم جناح الثاني بنرفرف به ونحن. ويعملوا معانا ليل نهار. لكن هنالك يعني احنا في اطار ترتيباتنا الاداريه وفي ترتيباتنا نحن كلها وفق القانون وفق الدستور، ونقيم قياداتنا مع بالتفاعل مع القوه دي. الزول بيتفاعل مع القوه دي هو ده زولنا، ده القائد الحقيقي. زول قوته راضي عنه ده زول قائد، زول قوته ما راضي عنه نحن ما بكون معنا يا جماعه. عشان كده دي رساله قويه جدا جدا. زول راضين عنه ده القائد اللي احنا دايرينه، غايد بيكون استجابته سريعة، بيكون موجود في مكان الأحداث، بيتفاعل مع الأحداث، بصماته في الشغل. نحن ما عندنا المشكلة معه. نحن ما يمكن تراتيبية الداخلية وتراتيبية رأس الشرطة معروفة. نحن عندنا معيارين لا سالس لهم، عندنا كفاءة مهنية وعندنا استجابة سريعة وبصمات على أرض الواقع. ما عندنا حاجة تانية. إذا كان زمان في حاجات تانية بيقيسوها الأداء والناس يركبوا بها الطارة ومشوا بها بعيد، الآن دي ما موجودة. الآن الدول المهني بيمشي معانا قدام، بس اللي بيتخلف مننا يقع ما بنلتفت لطوال بنخليه ورانا، نمشي قدام. نحن المؤسسة دي 116 سنة ونحن المسؤولين منها. الليلة نحن برضو بعد 10-12 سنة يجوا نفس الناس يكونوا واقفين، نتغير نحن وهي تظل مؤسسة جامدة. تظل الشرطة مع شرطة، يتغيروا الأشخاص ويتبدلوا، لكن ما بتكون في مشكلة. كلنا إحنا كهيئة قيادة لو مشينا عارفين الصعود مليانة بيجوا ناس تانين، عشان كده إحنا مطمئنين تماما. وقبل كده حصل تغيير، يعني خل كل الناس شالوا جابوا عميد والشرطة ما بتتغير. عشان كده إحنا بنوصل رسالة إنه تظل الشرطة شرطة، ويظل البوليس بوليس، ويظل شغله منع الجريمة وحفظ الاستقرار في كل الأوقات وفي كل الأماكن. نحن يعني راضين عنكم تمام الرضا، ونشكر لوقفتكم، ونحن نعتبركم انتو حاجة واحدة. نحن صب متينة مع البوليس أساس وانتو ديل. نحن عندنا معيارين لا سالس لهم، عندنا كفاءة مهنية وعندنا استجابة سريعة وبصمات على أرض الواقع.